انتظرونا عاجلا لمشاهدة البث المباشر للمهرجان 29 المهدي علم تقوى وسطية أخلاق الديوانية السبت 24 من ربيع الثاني لعام 1441 للهجرة الساعة 2 ظهرا. ويتضمن المهرجان تلاوة القرآن ومحاضرات وعظ وإرشاد وبحوثا حوارية مستوحاة من فكر السيد الأستاذ وقصائد لشباب العراق المتظاهر وتضحيات الشهداء وبمشاركة نخبة من الباحثين والقراء والرواديد والذاكرين من الشباب والأشبال. شبابنا عزتنا كرامتنا. هذا صوتك لا تبيع. لمشاهدة البث المباشر على المركز الإعلامي يمكنكم متابعتنا عبر الروابط التالية. هذا صوتك لا تبيع. فالعراق لا نفاق أوقفوا دم الحقيقة.